السلام عليكم أبنائي الأعزاء. سنحاول أن نراجع درس الفعل المجرد والمزيد من مكون صرف وتحويل. الأفعال كما تعلمون تنقسم إلى أفعال مجردة وأفعال مزيدة. إذن ما هو الفعل المجرد؟ الفعل المجرد هو ما كانت جميع حروفه أصلية بدون زيادة، مثال كتب. كتب مثال نقول بأن حرف الكاف هو حرف أصلي في هذه الكلمة، لا يمكننا حذفه أو الاستغناء عنه. الفعل المجرد نوعان، أفعال ثلاثية مجردة وغير ثلاثية. أفعال ثلاثية مجردة وهي الأفعال المكونة من ثلاثة أحرف أصلية، مثال قاسم، نطق، شد. وأفعال رباعية مجردة وهي الأفعال المكونة من أربعة أحرف أصلية، مثال دحرج، بعثر، ثم زلزل إلى غير ذلك. أما الفعل المزيد هو مزيد على حروفه الأصلية حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة أحرف. إذن هناك ملاحظة هي أن الحروف زيادة، هي أن حروف الزيادة هي سين، ألف مع همزة، لام، تاء، ميم، واو، نون، ياء، هاء، ألف، ثم التضعيف. نجمعها في كلمة سألتمونيها. أمثلة زيادة الفعل بحرف مثل سامحة أو سمح، سمح، سامح. إذن هنا حرف زيادة الألف، جيد. إذن الألف هو حرف زيادة. زيادة بحرفين مثل قديمة، تقدم، ما هو حرف زيادة؟ نعم جيد، التاء والتضعيف. زيادة بثلاث أحرف، علم، استعلم، جيد، الألف والسين والتاء، است. هذا ندخله في خانة الفعل الثلاثي. هناك زيادة بالنسبة للفعل الرباعي بحرف واحد، مثلا ململ، في تململ، جيد، حرف التاء. إذن التاء هو حرف زيادة بالنسبة لهذا الفعل. هناك ملاحظة هامة جدا، حيث يقع التلاميذ في خلط بسببها، وهي لا تعتبر الضمائر المتصلة وأحرف المضارعة وتأنيث من حروف الزائدة، مثال كتبت، مثال كتبت. حرف التاء المتحركة هنا، هذا فعل مجرد وليس مزيدا، حيث الضمير متصل لا يعتبر حرف زيادة. التاء في آخر الكلمة فهي ضمير متصل. ثم يلعب، هذا فعل مجرد وليس مزيد، حيث حرف المضارعة لا يعتبر حرف زيادة. إعراب هذا الفعل كما نعرف يلعب فهو فعل مضارع. كيف عرفنا ذلك؟ بحرف الزيادة وهو بحرف المضارعة، عفوا بحرف المضارعة وهي الياء. شكرا على تتبعكم في درس آخر إن شاء الله.